نبدأ بخبر مفرح للإخوة السعوديين وما أكثر أخبارهم المفرحة، فقد أطلق اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع وسط جدة لتطوير وجهة عالمية في قلب هذه المدينة. جدة سنترال، مبروك عليكم، وأكيد بقية المدن يعني بشوف الرياض وعم بشوف بقية المدن إن شاء الله كله يعني من قبل 2030 كله إن شاء الله حيكون برؤية عالمية.